أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح رسالة الإمام القشيري لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري. وما زلنا في المقدمة، قد وصلنا فيها إلى قول الإمام القشيري: له تعالى الصفات المختصة بحقه، والآيات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه. له الصفات المختصة بحقه، وهي صفات الربوبية التي بها تميز عن خلقه. وله الآيات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه، يعني له الآيات الدالة على قدرته سبحانه. وما أكثرها طبعا في القرآن، يقول: ومن آياته ومن آياته ومن آياته، يعني من العلامات الدالة على ربوبيته وألوهيته، وأنه لا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فهذه الآية هي الأصل في التوحيد، الأصل في توحيد المولى تبارك وتعالى. يعني حينما يضحك الشيطان على الإنسان المسلم ويوسوس له بالتشبيه، يعني أن الله يشبه خلقه في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله، يقرأ عليه: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيقطع عليه يعني حبل الوسواس، لأنه يظل يتدرج كما قال عليه الصلاة والسلام عن خنزب الصلاة، شيطان الصلاة. يعني حينما يدخل المسلم في الصلاة يأتي خنزب هذا ويظل يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا. طبعا يقول الله، حتى يقول له: من خلق الله. هذا هو العدو الشيطان. بل فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ: وليقل آمنت بالله. يقول: آمنت بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فسبحانه من عزيز لا حد يناله، والعزيز بمعنى الغالب. فسبحانه من عزيز يعني الغالب الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، لا حد يناله، فلا يدرك كنه سبحانه وتعالى. يعني مفيش تعريف ينال المولى تبارك وتعالى، وإنما كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: لا يعلم الله إلا الله. وترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. فلا حد يناله، ولا عد يحتاله. والعد هنا بمعنى الكثرة،
أن يحتوشه ويقدر عليه بالاحتيال، يعني العدد يعني لا يحيط بالمولى سبحانه وتعالى، ولا عد يحتاله، ولا أمد يحصره. والأمد يعني الغاية، يعني الأول أو الآخر، يعني ليس له أول وليس له آخر. ليه؟ لأنه خالق الزمان، فكيف يحده الزمان؟ كان الله ولا شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، ولا أمد يحصره، أي لا غاية تحصره، فلا أول له ولا آخر، بل هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أمد يحصره، ولا أحد ينصره سبحانه وتعالى، فلا معين له في إيجاد شيء، بل هو القوي الذي لا يحتاج إلى معين، القوي الذي لا يحتاج إلى معين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. معنى تنصروا الله يعني كيف ينصر الله؟ أن ينصر دينه ورسوله، يعني من نصر الدين فقد نصر الله تعالى سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله يعني في إقامة دينه ينصركم ويعينكم، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية سيدنا عبد الله بن عباس اللي رواها الإمام أحمد والترمذي: يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله، احفظ نواهي الله، احفظ حدود الله يحفظك الله في نفسك وأهلك ومالك وولدك وفي كل شؤون. فمعنى إن تنصروا الله أي تنصرون دينه ورسوله بكسبكم وقيامكم بالحق، هذه معنى إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك فسرها في سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين، هذه النصر، هذا نصر الله، ده الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني الذي ينفذ هذه الأشياء فقد نصر الله. يبقى إن تنصروا الله ينصركم، يعني إن أقمتم دينه نصركم على أعدائكم. ولا ولد يشفعه، فلا شريك له، لأن الشفع اثنين. ولا ولد يشفعه، لك هذا والد وولده، يبقوا ايه؟ اثنين. ولذلك ايه؟ سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ايه؟ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يقول: التحيات لله، نعمل كده باثنين، بصبعه الاثنين، التحيات لله. قال له صلى الله عليه وسلم: أحد أحد، يعني اجعلهما ايه؟ واحد. يبقى السبابة بس، انما اثنين ليه؟ طيب دي إشارة للتوحيد، بس هو الراجل ما يعرفش، يعني فكر ما يحرك صوابعه وخلاص، ده في واحد يعمل كده. في ناس من العوام ما يعرفش، تلقاه يحرك اثنين، يحرك ثلاثة، يعمل بيده كلها كده، اشكال والوان في الصلاة.
لأنه ما خدش الصفة عن إيه؟ عن الفكر والسنة. لا هو يعني يجي الناس عم يحركوا صابع ينحرك يدينا كلنا. أيوه. ولا ولد يشفعه فلا شريك له، ولا عدد يجمعه، فهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. ولذلك قال قل هو الله أحد، ما قالش قل هو الله واحد، لا قل هو الله أحد، لأنهم سألوا عن صفة المولى، قالوا صف لنا ربك هو إيه. عايز يقول لهم ليس مركبا من أجزاء كما أنتم مركبون من أجزاء. أنت مركب، لك كذا رجلان ويدان وعينان ولسان وشفتان وأذنان ورأس وأجزاء كثيرة، لكن الله تعالى يقال إيه؟ أحد. قل هو الله أحد، يعني ذاته واحدة ليس مركبا من أجزاء. ليه؟ ليس كمثله شيء، فهو من صفاته السلبية هي المخالفة للحوادث. قل هو الله أحد، بل ولا عدد يجمعه فهو واحد، ولا مكان يمسكه، ولا زمان يدركه. ولا مكان يمسكه، لأن وجوده أزلي قبل الزمان وقبل المكان، فهو خالق الزمان وخالق المكان. هذا معنى ولا مكان يمسكه، أي ولا مكان يحيط به سبحانه وتعالى، جل الله عن أن يحويه مكان أو زمان، لا كما يقول المجسمة والمشبهة إنه مستو بذاته على عرشه في السماء السابعة، وحددوا له مكانا هو خلقه، هو خالق العرش وخالق السماوات وخالق الأراضين، فكيف يعني يسكن السماوات ويسكن الأراضين؟ كيف سبحانه وتعالى؟ ومعنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء إله معبود وفي الأرض إله معبود سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه كان الله ولا شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله. هذه معنى ولا مكان يمسكه ولا زمان يدركه، لأنه خالق الزمان وخالق المكان، لأن الله تعالى له الغنى المطلق، له الغنى المطلق عن خلقه وعن الزمان وعن المكان. ولذلك يقول صفة الوجود صفة ذاتية، هي صفة واحدة بس، اللي هي صفة ايه؟ صفة الوجود، اسمه ايه؟ الله تعالى واجب الوجود. لا تقل الله موجود، لا، موجود يعني محتاج لمن يوجده، لا، يعني التعبير الصواب تقول الله تعالى واجب الوجود. ليه؟ لأن وجوده أزلي، وجوده ذاتي سبحانه، ليس عن علة، لأنه قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى ما تقولش إيه؟ الله تعالى موجود أو موجود في كل مكان، لا، أصل كلمة موجود يبقى أنت شبهته بإيه؟ بالأشياء الموجودة اللي هي الحوادث، لا، لا يقال ذلك، إنما الصفة اللي هي تليق به سبحانه تقول الله تعالى واجب الوجود. ولذلك لما يعرفوا لفظ الجلالة الله يقال ايه؟ علم على الذات الواجب الوجود. احفظ
احفظ ده اسمه الفقه الأكبر، ده الفقه الأكبر اللي هو به ينجو الإنسان يوم القيامة. خلي بالك ما ينفعش فيه التقليد، إيمان المقلد بين بين أي. نعم مختلف فيه، فتعلم ده الكلام ده، ده فرض عين، معرفته فرض عين على كل مسلم. فهو سبحانه منزه عن الماضي والحاضر والمستقبل، لأن هذا الزمان مخلوق له سبحانه وتعالى، فكيف يدركه الزمان؟ طبعا لا، ولا زمان يدركه، فهو مستغن عن عرشه ومتنزه عن المكان والزمان، لا كما يقول الجهلاء المشبهة إنه مستو على عرشه بذاته والكرسي موضع قدمه. انظر إلى هذا الخبص الذي يخبصونه في الذات العلية، سبحان الله. طب ده العرش، ده هو اللي خلقه، خلقه عشان يقعد عليه، يعني انت عملته كده زي الملك، زي الملك قال للنجار بعمل لنا ايه عرش كرسي كده ضخم نقعد عليه، ودواسه قدامنا نقعد ايه نحط رجلينا عليه، ينفع كده بذات المولى سبحانه وتعالى؟ فهو مستغن عن عرشه سبحانه. واحد يقول طب الرحمن على العرش استوى، تجد انه ايات العرش إن كان 6 مرات 7 مرات في القرآن مش مذكورة في خلال صفات المولى الواجبة لي، إنما مذكورة في خلق السماوات والأرض والنجوم والشجر والكواكب يعني عايز يقول إنه العرش ده مخلوق لله كسائر المخلوقات. ولذلك قالوا العرش ده أعظم من السماوات والأرض، بل إن السماوات والأراضين والكرسي كحلقة ملقاة في فلات من العرش، يعني لا أنا ولا أنت نقدر نتصور إيه العرش ده أصلا، أعظم المخلوقات. فالذي خلق هذا العرش العظيم خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق كل شيء، وهو سبحانه مالكه، كما أنه يملك ما في السماوات وما في الأرض ومن في السماوات ومن في الأرض. والغرابة أنه ما يعجبهمش قول مثلا الخلف في التأويل الرحمن على العرش استوى، يعني استولى عليه وملكه، يجي هو يقول لك ايه يعني ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، وانت تقول اي مستو على يعني مالك العرش، طب ما انت بتقول استوى على العرش بذاته، طب جبت منين بذاته دي، جبتها منين؟ الحافظ الذهبي قال للشيخ ابن تيمية قال له هذه من كيسك، لا في القرآن ولا في السنة، يعني انت مطلعها من جيبك. حد يقول ربنا قال الرحمن على العرش استوى، انت مش هتغير في القرآن، طب لكن ليه غيرت؟ غيرت ديك قلت الرحمن على العرش استوى بذاته والكرسي موضع قدمه، يبقى شبهته بالخلق ولا لا؟ عملته زي الملك، عملت له موضع قاعد عليه بذاته، وعملت لرجليه موضع كمان. طب انت لما تتكلم قدام العوام هذا الكلام
يبقى حتى هو عم يسلم يتهيج له ان ربنا قاعد قدامه على الكرسي وحاطط رجليه قاعد على العرش وحاطط رجليه على الكرسي تحت دواسه، يبقى بيعبد صنم. بدل ما تفهم العامي تقول له كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، ودايما تحفظ الآية وتقول له ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ولم يكن له كفوا أحد. بدل ما تقول كده تفهم العامي إنه ربنا قاعد على العرش وحاطط رجليه على الكرسي، كيف هذا خذلان من الله وضلال مبين في العقيدة. في العقيدة المشكلة، إنما لما يخطئ في مسألة فقهية سهلة، يبقى إن أخطأ له أجران أجر وإن أصاب له أجران، لكن هنا الخطأ والعياذ بالله. عايزين نقول يعني يخرجه من دائرة الإسلام، سبحان الله. ولذلك العلماء المحققون قالوا إن لم يكن من قال هذا الكلام إن لم يكن في قلبه تأويل غير اللفظ اللي بيقوله فالحكم عليه صعب وشديد، لكن الله أعلم بما في قلبه إن كان يقصد التنزيه أو يقصد التشبيه، الله أعلم، ما نعرفش. لكن الذي يعتقد هذا الاعتقاد ضال مضل والعياذ بالله، وخارج عن عقيدة أهل السنة والجماعة، والله أعلم بحاله عند الله. نعم، لا ما يثبتش لله الجارحة أبدا، ما يثبتش لله الجارحة أبدا. هو أحسن حاجة السلف الصالح في الآيات المتشابهات يقولون الله أعلم بمراده، اللي هو التفويض، التفويض والتنزيه، ما نعرفش. زي ما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، ولا أراك إلا رجلا سوءا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجرؤ واحد منهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ولا غيره. يعني فيش واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما معنى يد الله فوق أيديه ولا معنى الرحمن على العرش استوى أبدا. يجوا عند الحاجات دي ويمرونها على ألسنتهم ولا يفكرون فيها بعقولهم أبدا، يقولون الله أعلم بمراده، إنما ما يتكلموش فيها أبدا. إنما تكلموا فيها الخلف للرد على الملاحدة، على الملاحدة الذين يريدون أن يشبهوا الله بخلقه. قالوا لهم ده القرآن نزل بلغة عربية وبأسلوب عربي، لما يقول الوجه يعني الذات، كناية عن الذات. لما يقول الرحمن على العرش استوى كناية عن الاستيلاء والملك، يعني أنه مالك العرش كما ملك السماوات والأرض. لما يقول اليد يبقى القدرة، يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق قدرتهم. يوم يكشف عن ساق كناية عن الشدة، واللغة العربية هي الشاهدة بذلك، اللغة العربية، لأن هو قال بلسان عربي مبين، يعني نزل بلغة إيه؟ بلغة العرب. أنت لما تقول واحد أنا ما شفتش وشك، يعني تقصد وشه كده ولا تقصد الذات كلها؟ تقصد الذات. لما تقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني الذات تفنى إلا الوجه. لو اعتقدت أن لله وجها سبحانه وتعالى، لا. فالمسلم يعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، والآيات لما تمر
ولا يحيطون به علم. قل الله أعلم بمراده. والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما سئل عن الآيات المتشابهات وأمثالها قال: الآيات المتشابهات صناديق مقفلة واعتقادها تلاوتها، بس تقرأ ولا تفكر. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أنت ملزم بالمحكم، الأمر النهي، الحلال الحرام بس. أما المتشابهات دي عادي تقول إيه؟ هذه علمها عند الله تعالى، لأن دي اختبار. الآيات المتشابهات اختبار للعباد، لذلك القرآن قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. هذا هو الراجح. والراسخون في العلم استئناف، يقولون إيه؟ آمنا به كل من عند ربي. وده حال الصحابة. حد يقرأ في كتب السنة يلاقي سؤال من صحابي عن آية متشابهة؟ أبدا أبدا. الصحابة قالوا: يا رسول الله مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما تشكل عليهم آية يسألوا سأل: وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كذلك، وإنما هو الشرك. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك. ثم قرأ: إن الشرك لظلم عظيم. هذا السؤال اللي في مكانه، لكن حد سأل عن اليد أو الوجه أو العرش أو الاستواء؟ أبدا أبدا. في البخاري سيدنا عبد الله بن عمر قال: إذا رأيتم من يسأل عن المتشابهات فاعلموا أنه ممن سمى الله، يعني قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ. اللي في قلبه زوغان عن الحق هو اللي يجي يسأل عن حاجته، يبقى ده المفروض يضرب ويجلد تأديبا. انت هتسأل ليه عن المتشابهات؟ هتعمل بها ايه؟ دي من آيات العمل؟ لا. دي من آيات العقيدة؟ لا. دي ابتلاء واختبار من الله عشان ايه؟ يعرف من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن. فالله تعالى غيب، لا يعلم الله إلا الله، لكن أنت مأمور به: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. أنت عاد تسأل عن الآيات اللي ربنا يعني نصبها لإيه؟ للدلائل قدرته وعلائم حكمته سبحانه وتعالى. دي اللي تنفعك انت، دي اللي تشحن بطارية الإيمان. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أبصروا، يعني تفكروا في أنفسكم. لكن المولى لا، ولا يحيطون به علم. تفكر فيه ازاي؟ لا تحيط به الفكر سبحانه وتعالى. في ناس دلوقتي في على الفضائيات مهنتها البحث عن هذه الأشياء سبحان الله، يعني نصبوا أنفسهم للفتنة، للفتنة والتأويل في القرآن. يبقى دول في قلوبهم زيغ.
ما يعرفش يفهم الناس اي حاجه غير كده، قاعد اللي قبل كده. زي ما واحد قال الشيخ الغزالي رحمه الله، الشيخ محمد الغزالي، قال قابلت واحدا من هؤلاء ما من مجلس يجلس فيه أو يدرس فيه العلم إلا ويقول إن أبويه صلى الله عليه وسلم في النار. إيه إيه؟ عملوا لك إيه يا أخي؟ خدوا مراسك ولا أنت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة؟ إيه اللي حصل يعني؟ هي دي عقيدة بتلقنها للناس؟ إزاي يعني؟ ضحك علينا اليهود والنصارى، يقولوا شوفوا المسلمين عم يقولوا أبو النبي وأمه في النار صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أمور عجيبة. قلت له يا ابني ده ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال في حديثان في صحيح مسلم يخصصوا الآية دي. يا سلام، يعني كل أهل الفترة في الجنة إلا أبوي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الغزالي قال له أراك متحاملا على أبويه صلى الله عليه وسلم، طب بأي ذنب يستحقون النار؟ بأي ذنب يستحقان النار السيدة آمنة وسيدنا عبد الله؟ إزاي يعني؟ سيدنا عبد الله لم يرى أصلا أبو النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة آمنة يعني كان 6 سنين، دخلهم النار بإيه طيب؟ إيه الذنب اللي عملوه؟ حاجة غريبة. ده علماء الحديث قالوا إذا عارض الحديث القرآن سقط الحديث. قال لأن نسبة الكذب إلى الراوي أهون من نسبة الكذب إلى القرآن. يسكت إن لم يمكن التأويل. إذا أمكن التأويل نأول، ما أمكنش التأويل يبقى يسقط الحديث. لأن إحنا القرآن ده متواتر، لكن الحديث الأحاد بالذات يرد لأنه مش متواتر، والحديثان أحاد رواه واحد عن واحد. لكن المشكلة في الجهل والحقد والحسد اللي في قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديس الأشخاص، يعني شيوخهم اللي تكلموا كأنهم معصومون من الخطأ، خلاص فلان قال كده يبقى هذا هو الصواب وغيره خطأ. لما يكونش ليه هو الخطأ وغيره هو الصواب؟ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان يقول إيه؟ كلامنا صواب، كلام السلف يعني من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يعني ما خطأوش مطلقا، إنما قال هو خطأ لكن يحتمل الصواب. فهو سبحانه لا مكان يمسكه ولا زمان يدركه ولا فهم يقدره ولا وهم يصوره. شوف كلام العلماء العارفين، هذا كلام العارفين بالله تعالى. فهو منزه عن الجوهر والعرض. الجوهر اللي هو الجسم المتحيز، ده اسمه ايه؟ الجوهر عند المناطق اللي هو الجسم، يعني منزه عن الجوهر، منزه عن الجسمية سبحانه وتعالى، لأن الجسمية دي حدث ومخلوق، وهو سبحانه منزه عن ذلك. والعرض اللي هي الصفات، يعني أنت مثلا طويل قصير أبيض أسود حليم مثلا غضوب، دي اسمها الأعراض. اسمها ايه؟ الأعراض. والأعراض منها ثابت ومنها متغير، ده الكلام ده كلام المناطق. فولكن الله منزه عن ذلك، ذاته لا يعلمها إلا هو، واحد في الذات واحد في الصفات واحد في الأفعال. وصفاته ذاتية
سبحانه وتعالى قائمة بذاته. يبقى الفهم لا يقدر قدره، زي ما قال وما قدر الله حق قدره، يعني وما عرفوه حق معرفته، أو ما عظموه حق عظمته، وما قدر الله حق قدره، ولا وهم يصوره، يعني مهما يتوهم الإنسان في تصوير ذات المولى في عقله لن يقدر على ذلك، لا تحيط به الفكرة ولا يحيط به الوهم. تعالى عن أن يقال كيف هو أو أين، لأنه منزه عن الجسمية والمكان، لأن كلمة أين يسأل بها عن المكان، فلا يقال أين الله، لا ينفعش، لأن أين دي تدل على الجسمية والتحيز، فلا يسأل بها عن الله تعالى. طب حديث الجارية التي سألها صلى الله عليه وسلم أين الله، قال ده سؤال عن المكانة، مكانة المولى عندها في قلبها، أين الله، مش أين يسكن الله زي ما الجاهل فهمها، ولما هي أشارت للسماء قال لك خلاص يبقى ربنا ساكن في السماء، الجاهل الجاهل الجهول الضال المضل. ولذلك هي لما أشارت إلى السماء قال إنها موحدة، أعتقها فإنها موحدة، فهي يعني هي تعبد الله ولا تعبد آلهة الأرض، فلو أشارت إلى الأرض تبقى إيه؟ مشركة. لما لو قالها يعني فهمت هي أين الله، عرفت إنه إيه؟ الله تعالى هو العالي والمتعالي، فأشارت إلى السماء على قدر معرفتها، لكن لو أشارت إلى الأرض يبقى الإشارة تدل على أنها مشركة تعبد الصنم، بتشير إلى آلهة الأرض يبقى مشركة، لكن لما أشارت إلى السماء عرفت أنه لم يخلق هذه السماء إلا الله، والآلهة اللي في الأرض تعرف حاجة؟ لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن الإنسان شيء. فلما قال لها أين الله، أي أين مكانة الله عندك وفي قلبك، يبقى ده سؤال عن ليه المكانة وليس عن المكان، لا كما يفهم الضلال. تعالى عن أن يقال كيف هو، لأن كيف برضو إيه بيسأل بها عن الحال، والحال ده حادث حادث مخلوق، فلا يقال كيف الله، لا ينفعش، ولا أين الله سبحانه وتعالى، لأنه منزه عن الجسمية ومنزه عن المكان. أو اكتسب بصنعه الزين، يعني أو كيف اكتسب بصنعه الزين، لا يقال ذلك أيضا، أي الكمال والحسن، لأن كماله ذاتي وحسنه ذاتي، فلا يقال كيف اكتسب بصنعه الزين سبحانه وتعالى. أو دفع بفعله النقص والشيء، يعني كيف اكتسب بصنع الزين وكيف دفع بفعله النقص والشيء عن نفسه،
قال ليه؟ لأنه غني سبحانه عن خلقه في جلب نفع أو دفع ضر أو دفع نقص. ليه؟ لأنه له الغنى المطلق وهو القاهر فوق عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. إذ ليس كمثله شيء، أي لأنه تعالى لا مثل له. ومعنى المثل هنا الصفة، ليس كمثله أي ليس كصفته شيء، كما في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم في التوراة ومثلهم في أي صفتهم. فالمثل هنا بمعنى إيه؟ الصفة. أيوة، ليس كصفته شيء سبحانه وتعالى. أو المثل ليس كمثله شيء، أو المثل كالمثل في قوله مثلك لا يبخل، أي أنت لا تبخل، فلا يراد به غير ما أضيف إليه. قال وهذا نوع من الكناية في البلاغة العربية التي هي أبلغ من التصريح لتضمنها ذات الشيء بدليله، يعني إثبات الشيء بدليله كما هو مقرر في محله. فيكون المعنى ليس كهو شيء، ليس كهو شيء، أي ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى. هذه معنى الكناية، ليس كذاته شيء. يبقى المثل كناية عن الذات، ليس كذاته شيء. زي قل هو الله أحد، يعني واحد في الذات واحد في الصفات واحد في الأفعال، يعني أن ذاته لا تشبه ذات غيره، وصفته لا تشبه صفة غيره، وفعله لا يشبه فعل غيره سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، السميع لما يقال والبصير بما يفعل، ولا يغلبه حي سبحانه وتعالى. ليه؟ والله غالب على أمره. ولا يغلبه حي، لأنه العزيز الغالب سبحانه وتعالى. وهو الخبير القدير، الخبير بأحوال خلقه، القدير على إعدام وإيجاد ما يريد سبحانه وتعالى، يعني يوجد ويعدم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. دائما العلماء يقولون أفعل التفضيل ليس على بابه، وإنما المعنى وهو هين عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. لما يكون واحد جاهل باللغة العربية يجي يشرح لها يقول إيه؟
يعني أن الإعادة أهون وأسهل على الله من الإيجاد. يبقى نسب إلى المولى النقص والعجز، إنه إيه أنا عايز يقول إنه البداية أصعب والإعادة أهون، إيه ده كفر، هذا كفر. إنما هو سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني أن الإرادة تخصص الممكن، الممكن الإيجاد، والقدرة توجد في الحال، في الحال سواء في الإيجاد أو في الإعدام كلاهما واحد. ولذلك شوف، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات من في الأرض، نفخة واحدة كل صعق في الحال. شوف، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى إذن يعني نفخة الصعق زي نفخة البعث واحد، يعني الإعدام زي الإيجاد، والإيجاد زي الإعدام واحد، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهر. نفخة كله في أرض المحشر. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون، طبعا الكب معناها ان الواحد يمشي ويتكافى على وجهه، يعني ان اهل النار حينما يساقون الى النار، يعني زي ما قال القران افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى من يمشي سويا على صراط المستقيم. فكبكبوا، كب كب، شوف يعني والعياذ بالله. فالامام علي سئل يعني كيف يمشي الانسان على وجهه، تخيل انت معايا، شوف فكبكبوا فيها، شوف يعني تكوين الكلمه نفسه بيوريك هيئه المشي هيمشي ازاي، كب كب كده على طول حد ما يوصل النار. ها؟ زي ما قال في أهل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم يتخبط، يقوم يتخبط في الأرض لغاية ما يوصل أرض المحشر. هذه صورته في الحشر، خلي بالك، الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كقيام الذي يتخبطه الشيطان من الناس، يفضل هكذا لغاية ما يوصل أرض المحشر. شوف الزلة والمهانة حقته. كذلك المجرمون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود الجسد. سيدنا علي قال كيف يمشي الإنسان على وجهه، قال إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجه، مش قال والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. طب اللي خلاها يمشي على بطنه مش يقدر يمشي على وشه؟ واحد، ما فيش فرق، يمشي على وشه ويسحبه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. والعياذ بالله. فكل بالقدرة، القدرة الإلهية، يعني إن الله على كل شيء قدير، يعني يقولش كيف كيف كيف، لا مفيش كيف، دي لا يقال عن فعل الله كيف كيف كذا كيف كذا، لا خلاص. ساعات تسمع تقول ايه ان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.
وهو الخبير القدير. طبعا الخبير هو يعلم يعني ما في داخل الإنسان من داخله، يعني أي شيء يخطر في باله هو خبير به، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني لأنه خبير. بعدين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء، والخبير الذي يعلم حقائق الأشياء سبحانه وتعالى، وهو الخبير بأحوال خلقه يعني ظاهرا وباطنا، القدير على الإيجاد والإعدام على وفق المراد. قال وفيما ذكره من الصفات الماضية دي براعة استهلال، براعة استهلال، يعني عندنا في البلاغة براعة استهلال أن يذكر في أول الكلام ما ينبئ عن المقصود في المستقبل في الكلام اللي جاي. براعة استهلال، وهو كون الابتداء مناسبا للمقصود. ولذلك امرأة زمان كانت ايه بتقعد على زوجها تزوره كل جمعة، فطبعا ايه لما كانت تدي القارئ فلوس كثيرة جيب لها آيات الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إن المتقين في جنات ونهر، تفرح هي طبعا براعة استهلال، بيستهلها بالجنة فرحانة أنه يجوزها دلوقتي في الجنة إن شاء الله. جاءت بعد كده إدته حاجة بسيطة كده ثلاثة تعريفة، قللت المعلوم، زعل طبعا القارئ، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة. قلت ليه يا أخويا كده، ليه غيرت القراية ليه؟ زعلانة هي طبعا، فكر المجوس رايح النار. قال لها يعني أوديه الجنة بثلاث تعريفة؟ هذه براعة ليه؟ براعة الاستهلال، يعني هي المرأة بتفرح لما ايه تسمع صفة الجنة وأهل الجنة، فهي مستهلة طبعا ايه بالجنة، فإن شاء الله يكون في الجنة. لما سمعت عاد النار تشاءمت. فهنا طبعا صفات المولى فيها براعة ايه استهلال. قال وهو هنا معرفة أن الله تعالى متصف بالصفات الجمالية والجلالية سبحانه وتعالى، كل الصفات دي تدل على الكمال، الكمال الإلهي، وأنه منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. ثم قال أحمده على ما يولي ويصنع، أي على ما يولي عبيده من الموالاة، موالاة النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أحمده على ما يولي عبيده ويصنع لهم، أي ويصنع لهم سبحانه وتعالى من النعم التي لا تحصى ولا تعد. طبعا هو هناك قال الحمد لله،
وبعد أن ذكر المولى بصفات الجلال والجمال قال أحمده بصيغة الفعل، يعني هناك بالاسم وهنا إيه قال بالفعل. قال لأنه هنا المراد إنشاء الحمد أحمده، يعني كأنه كما حمده في الماضي يحمده في الحال، أدي معنى الإنشاء، ينشئ الحمد مرة تانية. قال للإشارة إلى أن المراد إنشاء الحمد الثابت، لأن التعبير بالاسم يدل على ثبوت الحمد الدائم، الحمد لله، يعني الحمد ثابت ودائم لله تعالى. ثم يقول أحمد الله، يعني أجدد الحمد الثابت مرة أخرى. قال للإشارة إلى أن المراد إنشاء الحمد الثابت والمتجدد. قال ذكر الحمد مرتين إشارة إلى أن الجمع بين نوعي الحمد الواقع في مقابلة صفات الله العظام، والواقع في مقابلة نعمه الجسام التي من جملتها التوفيق لتأليف هذه الرسالة. يعني الحمد الأول ده للذات المتصفة بالجلال والكمال والمستحقة للحمد، ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، الحديث في الطبراني وذكره صاحب الترغيب والترهيب في الحافظ المنزلي، قال ايه فعضلت بالملكين، فعضلت بالملكين يعني أعجزت الملكين كيف يكتبانها، قال فعضلت بالملكين أي كيف يكتبانها، قال فصعدا إلى الله تعالى فقال يا رب إن عبدك قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، فلم ندري كيف نكتبه، يعني أعجزت الملكين في كتابة ثوابها، كلمة عظيمة جدا، استعظم الملكان ثوابها، فقال سبحانه اكتباها كما قال عبدي فأنا أجازيه، اكتباها كما قال عبدي فأنا أجازيه، كلمة عظيمة طبعا، يعني عجز الملكان عن تقدير ثوابه، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطان. طبعا ايه يعني كلمات لا يقادر قدرها ولا يعلم بثوابها الا هو، ولذلك قال اكتباها كما قال عبدي فانا اجزيه بك. يبقى الحمد بصيغة الحمد لله دي في مقابلة وصف المولى بما يليق به، أما إنشاء الحمد ده في مقابلة النعم التي من جملتها التوفيق لتأليف هذه الرسالة. أحمده على ما يولي ويصنع، أي يولي عبيده يعني يواليهم بالنعم ويصنع معهم من المعروف. بل ولما كانت الصفات قديمة مستمرة والنعم متجددة متعاقبة ورا بعضها، ذكر الأول بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، لأن صفات المولى
ثابتة ودائمة، فعبر عنها بالجملة الاسمية كما في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يعني الثابت، الحمد الثابت له دائما أبدا سرمدا. أما النعم المتجددة تحتاج إلى حمد متجدد. هذا الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. والثاني بالفعلية الدالة على التجدد والاستمرار والتعاقب، لأن النعم متجددة ومتعاقبة. قال: وأشكره على ما يزوي ويدفع. وأشكره على ما يزوي ويدفع. يزوي من زوى، يعني أخفى وأبعد. ولا تفتني بما زويت عني، يعني النعم اللي انت مديتها ليش ما تفتنيش بيها. ولا تفتني بما زويت عني، فمعنى الزوي هنا الدفع والإبعاد، يعني في نعم يعطيها لك ونعم يحجبها عنك، وفي كلاهما خير. على ما يزوي ويدفع، أي يبسط منها، زي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني يضيق، ضد يبسط، يبسط ويضيق سبحانه وتعالى. فهنا لما يعطيك رزقا ويمنع عنك رزقا ويعطيه لغيرك، تسأل الله ألا يفتنك بما زواه عنك. ولا تفتني بما زويت عنه، في دعاء الوضوء: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني. دعاء مهم، لأن في واحد مثلا ينظر إلى من فوقه اللي عنده نعم مش موجودة عندك. لا، ما تبصش عدل ليه اللي هو أعلى منك، لا، في النعم، وإنما انظر إلى من هو دونك، عشان ما تفتنش بما زواه عنك. لا، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. فالذي ينظر إلى من هو أعلى منه ينتقص نعمة الله عليه. يبقى غفل عن الشكر، وقد يعني يتحول إلى حسد، يحسد عليه ويتمنى زوال النعمة عن الغير. لكن الإنسان لما ينظر إلى نعم غيره يقول: بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره، يقول هذا حتى لا يقع في الحسد. وبعدين ينظر دايما إلى قسمة المولى العادلة، مش قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والقسمة تقتضي العدل، ما لم قسم يبقى عدل، يبقى كل واحد معاه 24 جرام، صح؟ أيوة، كل واحد معاه 24 قيراط، لا شك في هذا. فالإنسان يعني يرضى بما قسم الله له، كما قال عليه الصلاة والسلام: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليه؟ لأن الله يرزقك القناعة، وهي الرضا بالموجود، القناعة وإن كان قليلا. فإذا رضيت بالموجود فأنت قنوع،
رزقك الله القناعة، لأنك تنظر إلى نعم أخرى موجودة عندك وليست موجودة عند هذا، لكن أنت بتنظر بزاوية ضيقة شوية، يعني تنظر إلى نعمة وتنسى نعما عندك لا توجد عنده. لكن الإنسان ينظر دايما بعين الإيه؟ يعني بعين الإجمال، خلاص هو عنده نعم وأنا عندي نعم. في حد خالي من النعم؟ طبعا لا، لأن القرآن قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يبقى خلاص. وبعدين كل واحد يعني قسم الله له معيشته، فسبحان من قسم وأرضى عباده بما قسم، زي ما قال شيخنا، فالغني يشكره والفقير يشكره سبحانه وتعالى. ولذلك ايه يعني الشيخ لما في بيت قديم بيقول ايه، والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنعه. فالشيخ شطر البيت، قال والنفس راغبة اذا رغبتها فاجعل هواها للذي لك يشفعه صلى الله عليه وسلم. لو اعطيت كنزا لقالت ثانيا واذا ترد الى قليل تقنعه، تشتري البيت. شوف الشيخ يعني شرح البيت، والنفس راغبة إذا رغبتها، يعني كل ما تبص لفوق عايز اللي فوق ده. والنفس راغبة إذا رغبتها، عايزة تغنى فتبص لفوق عايزة تغنى. لا، أنت بدل ما ترغبها في الغنى والمال والجاه، لا، فاجعل هواها للذي لك يشفع، رغبها في ايه؟ في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ قال دار الحبيب احق ان تهواها وتحن من شوق الى رؤياها صلى الله عليه وسلم. ادي الهوى اللي هو يرضي الله عنك، فاجعل هواها للذي لك يشفع. بعدين قال لو أعطيت كنزا لقالت ثانية، إشارة لحديث البخاري. لو أن لابن آدم واديا لابتغى ثانيا، ولو أن لابن آدم واديان واديين لابتغى ثالثا، وهكذا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، التراب هو اللي يملأ عينه، لأنه مال الشاخر، مال الأرض. لكن المال، شوف الوادي بين الشعب بين الجبلين، طريق بين جبلين، هو ذا الوادي. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثانيا. طب احنا لو جمعنا ذهب الدنيا ما يملاش وادي، يبقى انت عايز دنيا تانية كمان غير الدنيا دي عشان نملى الوادي التاني، وعايزين دنيا تالتة عشان تجيب التالت، وهكذا. وأشكره على ما يزوي ويدفع، وأتوكل عليه أي أفوض أموري إليه سبحانه وتعالى. شوف عشان يجمع بين الإيه؟ الحمد، الحمدين والشكرين والتوكل والقناعة والرضا. بعدين لما النفس تحتاج إلى مجاهدة، قال وإذا ترد إلى قليل تقنع، يعني هي
تقبل الترغيب وتقبل القناعة، يعني زي ما توجهها، إن وجهتها للرغبة ترغب، وجهتها للقناعة تقنع. شوف الصحابة رضي الله عنهم رضوان الله عليهم، يعني الصحابة فيهم الأغنياء، الأغنياء جدا، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف مثلا، زي ما نقول احنا يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان في الغنى في السماء السابعة. وفيه ناس في الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يجدون التمرة، التمرة، وكان الواحد يلبس ثوبا فيه 18 رقعة، بعضها من جلد زي سيدنا عمر. في مقارنة؟ مفيش مقارنة، مش مقارنة خالص. تقول ده ايه وده ايه، مفيش، لا وجه للمقارنة اصلا. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف ترك ذهبا وفضة يعبأ بالفؤوس، قال حتى مجلت الأيدي، يعني عملت بجرير من كثرة تعبئة الايه، الذهب والفضة. واحد يقول طب احنا عايزين علاجتين، مش ضروري ايدينا ايه في بجر الجو يعني. ها يعني اصل ده يعني زي ما تقول ايه، مش هتربى عتلة الا بعد تعب على الاقل يومين. ها لا هو عايز حاجه بسيطه خالص يعبيهم بيه. ده غير طبعا ايه عدد رؤوس الاغنام والبقر والابل، يعني الذهب ده حاجه والابل والبقر، عشان تعرف معنى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شوف يقدر الحد فين، الحد انه كانوا بيقتسموا التمر اثنين. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخلت في البخاري، دخلت علي امرأة ومعها بنتان، فلم أجد شيئا أعطيها إياه إلا تمرة، سبحان الله، قال فأخذت مني التمرة واقتسمتها بين بنتيها ولم تأكل هي شيئا، أعطت هذه واحدة نصف تمرة والثانية نصف تمرة. فقال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن حجابا له من النار. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. لما حكت للنبي عليه الصلاة والسلام حكاية المرأة قسمت التمرة وحرمتها على نفسها وأعطت كل واحدة نصف تمرة، تصور انت عادي. شوف شوف الغنى قد ايه وشوف الفقر قد ايه، غنى لا اخر له. قلت لكم انا زمان لما كان عبد الناصر عايز ياخد ماده الاشتراكيه وياخد من الايه اللي ما عندوش ويدي اللي عنده، ساعتها الشيخ حسنين وهيئة كبار العلماء ردوا عليه وقالوا ما ينفعش، وجابوا له ايه احصائية بمين، بثروة سيدنا عبد الرحمن بن عوف، من خلال وكان عنده 4 نسوة، من خلال ميراث امرأة من الأربعة ذكر ميراثها في البخاري، عدد كذا من رؤوس الأغنام، عدد كذا من رؤوس الإبل، عدد كذا من رؤوس البقر، عدد كذا أوقية من الذهب وكذا أوقية من الفضة، ده ربع التم. يعني أغنى أغنياء العالم ما يسويش ربع امرأة عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
ليبيا مالية تساوي 152 مليون من 1450 سنة. العالم دلوقت لو جمعته ما يجمعش المبلغ ده، لو جمعت أموال العالم لا يجمع. ارجع لورا شوف انت يعني، وقارن بين يعني تطور الزمن في العملة وشوف كانوا دول يساووا كام. 152 مليون من 1450 سنة، ده لو من 14 سنة بس لورا، شوف ال 150 مليون تساوي كم مليار سنة 2000 بس. احسب 152 مليون سنة 2000 تساوي كام، والآن تساوي كام؟ سبحان الله. لكن مع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في غاية الرضا، في غاية الرضا رضوان الله عليهم. يعني ما فيش واحد أبدا نظر لسيدنا عثمان أو سيدنا عبد الرحمن بن عوف أو سيدنا حكيم بن حزام أو سيدنا أبو بكر الصديق، الأغنياء دول أبدا ما حد نظر إليهم أبدا، وإنما يعني كانوا مع رسول الله كيد واحد. النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى تجهيز جيش كامل يجهزونه. يعني المال ده فين؟ في اليد لا في القلب. لكن لو دخل القلب يبقى الجنيه أصعب من خلع الضرس. لو دخل إيه؟ القلب. لكن هؤلاء المال تحت أرجلهم، ولذلك كان هينا عليهم في الإنفاق، ينفقون كيف يشاءون لإعزاز الإسلام ونصر. ونقف عند الشهادتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم المهتدون.